وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحافظ الحاكم رحمه الله تعالى، مسمى بيتين سواء سؤال وجواب في العقيدة، إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان. يعني كما قلنا أن الدين الإسلامي عبارة عن ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام له 5 أركان، والإيمان له 6 أركان، والإحسان هو ركن واحد فقط الذي ورد في حديث جبريل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو أن تعبد الله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ قال: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهنا قال العلماء أن إسلام الوجه إلى الله هو الإخلاص، إخلاص العمل لله. وهو محسن أي متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ودول ركنين أو شرطين لصحة أي عمل: الإخلاص والمتابعة. وبدون إخلاص ومتابعة لا يقبل من المسلم يعني أي عمل فرضا ولا نفلا. قال تعالى: الذين أحسنوا، يعني الذين أحسنوا العمل، الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهو النظر إلى وجهه الكريم. قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إلى غير ذلك من الآيات. والله سبحانه وتعالى لم يذكر صفة في القرآن يحبها أكثر من الإحسان، فذكر المحسنين 14 مرة بخلاف المتقين وغيرهم. إن الله يحب المحسنين 14 مرة في القرآن، والمتقين أقل منهم. إن الله يحب المتقين، وإن الله يحب التوابين ويحب الطاهرين. كل هؤلاء المحسنين يعني ذكرهم أكثر منه، فدل ذلك على أن أكثر صفة يحبها الله هي صفة الإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كل شيء يعمله المسلم ربنا كتب فيه أن يحسن فيه، يعمله على أتم وجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ما للعبد أن يتوفى، يعني نعم ما، يعني نعم الشيء للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم ما له. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فهذه الآيات وهذان الحديثان يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني يحب الإحسان في كل عمل يعمله المسلم. طيب، ما هو الإحسان في العبادة؟ قال، فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله، قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاها أو أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام يسميه العلماء مقام المشاهدة، يعني تعبد الله كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، ده المقام الأعلى في الإحسان. تعمل أي عمل يعني تستشعر فيه أنك ترى الله سبحانه وتعالى. وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان أو كالعيان، يعني يصير عنده الأمر الغيبي كالمشاهد أمامه. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. المرتبة الثانية وهو مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإن لم تكن تراه، المرتبة الثانية، فهو يراك. فيعني أعبد الله سبحانه، أعبد الله كأنه يراك، وهي حقيقة فعلا الله يراك في كل في على كل شؤونك. فهي المرتبة الأقل. المرتبة الأعلى مرتبة أهل البصيرة، وهم يعبدون الله كأنهم يرون الله عيانا، لأنهم يرونهم بقلوبهم بعد أن وضع الله سبحانه وتعالى البصيرة في قلوبهم، فكأنهم يرونه سبحانه وتعالى عيانا. المقام الثاني قال مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر، بحسب البصائر. والبصيرة عرفها ابن القيم رحمه الله، قال: هي نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده. هذا النور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب من شاء
من عباده. فهنا قد انتهى المصنف رحمه الله من مقامات الايه، مقامات الدين الثلاثه، الاسلام والايمان والاحسان. بدا يتكلم على ما هو ضد الايمان. عرفنا الايمان واتكلمنا بتفصيلات عن الايمان، ما هو الذي يضاد الايمان؟ ضد الايمان قال الكفر، وهو اصل وله شعب. يعني كما ان الايمان له شعب، خدناها الدرس الماضي وصلت لكم 77 شعبه، وصلها البيهقي رحمه الله 77 شعبه. الكفر ايضا والعياذ بالله له شعب، كما ان الايمان اصل له شعب. وقد عرفت بما تقدم ان اصل الايمان هو التصديق الاذعاني المستلزم للانقياد بالطاعه. الايمان بالقلب تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والاركان، يزيد بالطاعه وينقص بالعصيه. فالكفر اصله الجحود، لان الكفر في اللغه هو الايه، هو تغطيه الشيء. فانك انت الانسان الكافر والعياذ بالله غطى نعم الله عليه فجحدها، فجحد نعمه الله عليه، جحد وجود، جحد وجود ان الله سبحانه وتعالى اوجده، وجحد ان الله رزقه وامده بيدين ورجلين وعينين ولسان، يستطيع ان يمشي ويتكلم ويبطش ويسمع ويرى ويأكل ويشرب وينام ويروح ويجي زي ما هو عايز، ويقطع الأرض من مشارقها إلى مغاربها، وبعد ذلك يكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الايه، كفر الجحود. فقال الكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. فهو عنده جحود، فاستلزم هذا الجحود أن يستكبر على طاعة الله، ويستكبر على رسل الله، ويستكبر على كلام الله سبحانه وتعالى، وعلى المصلحين الذين يدعونه إلى الله، ويعصي ويتكبر في الأرض ويتجبر. فالطاعات كلها من شعب الإيمان كما عرفنا الدرس الماضي. وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما تقدمنا، أو كما قدمنا. والمعاصي كلها من شعب الكفر. فالمعاصي الواحد يستصغر المعاصي، لا، المعاصي دي شعبة من شعب الكفر. كما أن بعض الأعمال إماطة الأذى عن الطريق عمل يسير، لو نزلت شلت صخرة من على الطريق أو طوبة من على الطريق، الناس يعني ممكن واحد يستصغر هذا العمل اصلا، يعدي من جنب الصخره ولا يبالي. لا، معاني دي من شعب الايمان، وهي ادنى شعب الايمان. كذلك المعاصي والعياذ بالله من شعب الكفر، وهي بريد الكفر كما قال اهل العلم. وقد سمي والمعاصي كلها من شعب الكفر. وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا، صح؟ لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قتال المسلمين لبعض ده النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفر، صح؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع انه ما وصلش لمرحله الكفر بالله، بس سماه النبي كفر، انها كبيره من الكبائر ان يقتل المسلم. وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سياتي. فاذا عرفت هذا عرفت ان الكفر كفران. بدا يتكلم بشكل مجمل، بعد كده عايز يوصل لك نقطه ايه، التفصيل في ان الكفر كفرين، في كفر اكبر وفي كفر اصغر، عشان بس الواحد يفرق، واحد يفرق لما يجي يحكم على الناس. فدي فائدة العلم بقى، الواحد يتعلم عشان لما يجي يحكم على الناس يحكم بعلم. فديننا دين اصلا جاء بالعلم. يعني البخاري رحمه الله لما جه بوب في كتابه قال كتاب بدء الوحي، بعد كده الايمان، بعد كده العلم، ولا العكس؟ لا، العكس، العلم ثم الايمان، صح؟ لان العلم ياتي بالايمان. فالدين مبني على علم، على بصيرة. طيب، فالكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، خلاص ما فيش شك إن صاحبه كافر، وهو كفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، خلاص. وقد عرفنا أن القلب يعني له قول وله عمل، أعمال القلوب ما عرفنا، الخوف والرجاء والحب والبغض منها أساس وأصول وشروط لصحة الإيمان أصلا، ومنها ما هي مكملات. وقول القلب هي الشهادة، أن يشهد أن لا إله إلا الله، صح؟ طيب، أو لأحدهم. وكفر أصغر، يبقى الكفر الأكبر منافي الإيمان بالكلية، كفر اعتقادي، هو أصلا من جواه كافر يعني بالله سبحانه وتعالى. والكفر الأصغر هو ينافي كمال الإيمان، لا ينافي أصل الإيمان، يعني أصل الإيمان موجود لكن ينافي كمال الإيمان، ولا ينافي مطلقا، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. طيب كيف؟ قال كيف منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية؟ وبدأ يتكلم بالتفصيل. فيعني هو عايز يقول إن الكفر الأصغر
يعني لا ينافي الإيمان، أصل الإيمان، ولكنه بالعمل عمل أعمال يعني قد تؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله. فإذا عملها عن عمد وهو متعمد قد يخرج من الملة، وهي بيسموها نواقض الإسلام، وإذا عملها عن جهل قد يعذر. خلاص، لكن أصل الإيمان موجود، ما كانش ما يعرفش، قال أنا لا أعلم. في حاجات يعذر فيها بالجهل وفي حاجات لا يعذر فيها بالجهل. واضح الكلام؟ طيب، قال بين لي. هو طبعا الشيخ رحمه الله قلنا بنى الكتاب على طريقة السؤال والجواب، بحيث ان ايه يعني طريقة مألوفة او محببة عند الناس يعني، وهي طريقة نبوية كما اسلفنا من قبل مرارا. قال بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما اجملته في ازالته اياه. يلا يا شيخ بين لي. قال قد قدمنا لك ان الإيمان قول وعمل، القول هو قول القلب واللسان، صح، وعمل القلب واللسان والجوارح. القلب يقول هو تصديقه الجازم، صح، تصديقه الجازم هذا هو قول القلب. وقول اللسان بداية، مش أنا قلت قبل أن قول القلب هو الشهادتين، لا يعني استغفر الله، قول القلب هو التصديق الجازم. قول اللسان هي التلفظ بالشهادتين وما بعدها بقى من ايه، من اعمال الايمان. عمل القلب الاعمال القلبيه كلها المعروفه، وقول اللسان كذلك، وعمل اللسان كذلك الاعمال اللسانيه من ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءه القران واعمال الجوارح، هذا هو الايمان. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمه الاسلام طبعا وما بعدها يعني، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. فإن زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به أو أنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان بكله. يعني هو عنده يعني يقول لك أنا مؤمن بس لا يخاف من الله ولا يرجو لقاء الله ولا يحب الله، فازاي تقول انه مؤمن واعماله بتدل على ذلك؟ واعماله يعني اقول لك انا مؤمن وما بصليش لله ركعه، طب انت ازاي ترجو لقاء الله وانت لا تركع لله ركعه؟ يبقى انت لا ترجو لقاء الله، يبقى انت كذاب، صح. طيب، وكذلك لا يخاف عقاب الله، تارك الصلاه عقابه شديد، ويختلف العلماء بين كفره وتفسيقه، يبقى انت لا تخاف عقاب الله، لذلك انت اصلا لا تنقاد لاوامر الله. فهذا في هو يقول عنده أصل التصديق، أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنا موحد، يا عم أنت هتكفرني ليه؟ ولا يركع لله ركعة، ما عندوش دوافع قلبية، لا يخاف من الله ولا يرجو لقاء الله ولا يحب الله أصلاً، يحب الله كان أطاع أوامره، صح؟ فهذا أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان عنه بالكلية بزواله، وإنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول. كل دول أتباع إبليس وأتباع فرعون وأتباع اليهود والمشركين، كان عندهم نفس الشبه وقالوا نفس الكلام، ولكن أعمالهم أثبتت أنهم ليسوا مؤمنين، وكانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا عن بني إسرائيل، ويقولون ليس بكاذب يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. مش ده اللي حصل مع النبي من المشركين كفار قريش وغيرهم؟ هم يقرون بداخلهم أنه ليس بكاذب وأنه رسول الله حقا، ولكن لا يتبعونه ولا يؤمنون به جحودا من عند أنفسهم واستكبارا. فهؤلاء ينتفي عنهم الإيمان بالكلية، يعني ليسوا بمؤمنين إطلاقا، لا يحكم بإسلامهم أصلا. طيب، أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة. قال كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ قال علم مما قدمنا أنه أربعة أقسام: كفر جهل، وكفر تكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. كده بقى خمس أقسام. يبقى كفر جهل وتكذيب قسم، لأن كل من جهل يكذب، صح؟ يعني ربنا قال في سورة يونس
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أي إنسان يجهل شيء يجهله، يجهل شيء يرده، يعني الجاهل بالشيء يرد هذا الشيء ولا يعني ولا يقبله يعني ويكذب به. فأول نوع من أنواع الكفر كفر الجهل والتكذيب، لأن في بعض الكفار، مش بعض الكفار ده، كثير من الكفار يجهلون حقيقة الإسلام، زي ما احنا شفنا الفترة اللي فاتت. هو عايش هناك في بلاد الغرب لا يرى إلا الصورة التي يعني استطاع الإعلام عندهم ورؤسائهم أن يوصلوها لهم عن المسلمين، لكن لو عرف حقيقة الإسلام مش هيكفر، ربما يسلم في الفور والتو واللحظة، وده اللي بيحصل مع كثير منهم. فده كفر اسمه كفر جهل وتكذيب، هو جاهل فكذب بالإسلام. طيب الكفر الثاني كفر جحود، عارف حقيقة الإسلام والدين الإسلام هو الحق وهو الدين الذي يتبع والنبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن جحدوا بها واستيقظت أنفسهم. دول زي بني إسرائيل بالضبط، زي اليهود جحدوا جحود داخليا مع علمهم أنهم جحدوا يعني كفروا بالله سبحانه وتعالى، مع علمهم من داخلهم أنه هو دين الحق. وكفر ثالث كفر عناد واستكبار، ده اللي حصل مع مشركين بكفار قريش. يعني قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وبدأوا إيه يعني يقولوا البعض كيف نؤمن به وهم عارفين أنه رسول الله حق وأنه صادق أمين كما كانوا يلقبونه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. هذا اسمه كفر عناد واستكبار، استكبروا وعنوا كفار قريش. والكفر الأخير كفر النفاق، المنافق كما يأتي معنا. النفاق في نوعين، في نفاق اعتقادي وفي نفاق عملي. النفاق الاعتقادي ده اللي هو يعني يظهر الإسلام ويبطل الكفر، دول اللي في الدرك الأسفل من النار اللي في سورة النساء وغيرهم، ده كفر النفاق. النوع الرابع أنواع الكفر كفر النفاق، هم كافرون ما حدش يقول هم مؤمنون حتى لو كان بيظهر الإسلام. طيب بدأ يذكر نوع نوع. أول نوع كفر الجهل والتكذيب. قال ما كفر الجهل والتكذيب؟ قال هو ما كان ظاهرا وباطنا من جوه زي بره. قال كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى وأعرض عن الجاهلين، يدخل في الجاهلين اللي هم الكفار الذين جهلوا الإسلام فكفروا به. وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قالوا وكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. كل من جهل شيء كذب به. فهذا النوع الأول هو كفر الجهل والتكذيب. النوع الثاني كفر الجحود والاستكبار أو كفر الجحود فقط. قال هو ما كان لكتمان الحق، يجحد، لأن الكفر قلنا هو التغطية، فهذا غطى الحق كتم الحق ولعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطلا، كمين كما قلنا ككفر فرعون وقومه بموسى عليه السلام، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى في كفر فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. خلاص. وقال تعالى في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هؤلاء كلهم جاهلون. وقال تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أما كفر العناد والاستكبار هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. عرف إبليس أنه هو أن هذا هو الحق، وهو لم يمكنه جحود أمر الله تعالى بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمه الآمر به وعدله. وقال تعالى أأسجد لمن خلقت طينا، وقال لم أكن، يعني قال تعالى على لسانه يعني، وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا كفر عناد واستكبار. أما كفر النفاق قال هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، يعني ايه يراؤون الناس، ككفر ابن سلول وحزبهم الذين قال الله تعالى فيهم ومن هو اصلا من داخله لا يقتنع بالاسلام ولكنه يظهر الاسلام فقط رياء
قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض، مرض شك ونفاق، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله تعالى: إن الله أن الله على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. هذا هو الكفر الرابع، وكفر النفاق. طيب، نأخذ يعني آخر سؤال أو سؤالين. الساعة كام؟ طيب نأخذ آخر سؤال عشان نكون خدنا الكفر الأكبر والأصغر. قال: الكفر العملي اللي هو الأصغر بقى، الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ قال: هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم لقاء بعض، أطلق اسم الكفر ولكنه ليس بكفر حقيقي، المقصود به كفر كما قال أهل العلم: كفر دون كفر، يعني هي معصية وكبيرة ولكن أطلق عليها الشارع اسم الكفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، مع ذلك مع أنهما مؤمنين، مع أنهما اقتتلوا بس سماهم مؤمنين، يعني أصل الإيمان موجود، لم ينفع عنهم الله سبحانه وتعالى أصل الإيمان، ولكن هذه معصية كبيرة من الفئتين سماها النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق عليها أنها كفر، فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينفع عنهم شيئا من ذلك. وقال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفع عنه مع أنه قتل، قتل أخوه الإيه؟ قتل أخيه المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان. هنا أصل الإيمان نفى أصل الإيمان، يعني الزاني والعياذ بالله إذا زنى كفر. هنا النوع الثاني من أنواع الكفر، وكفر غير المخرج من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني وهو يزني ومؤمن، ارتكب كبيرة من الكبائر، فأطلق عليها أو نفى عنه كمال الإيمان، كمال الإيمان الواجب، يعني هذا الإيمان واجب، لأن لو كان مؤمن حقيقة لم يقع في هذا الزنا، ولكن لأن إيمانه ضعيف جدا جدا فأدى ذلك إلى أن يقع والعياذ بالله في الزنا. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. في هذا الحديث لما سئل راوي الحديث من الصحابة كيف ينزع عنه الإيمان، فشبك بين أصبعيه، قال إيه؟ قال هكذا، فإذا عاد إليه الإيمان هكذا، يعني الإيمان يعني إيه؟ يعني الزاني وشرب الخمر والعياذ بالله والسارق يرفع عنه الإيمان حين يرفع هذا، حين يفعل هذا الفعل، فإذا رجع وتاب يرجع إليه الإيمان مرة أخرى، فهذا الإيمان ليس أصل الإيمان بل هو الإيمان الكامل، كمان الإيمان الواجب. وزاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف، يعني يسرق يعني ذات شرف، يرفع الناس إليها فيها أبصارهم الحديث إلى نهاية الحديث، والحديث في الصحيحين، مع حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيهما أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت، يعني أبو ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن سرق قال: وإن زنى وإن سرق، 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 على رغم أنف أبي ذر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر له بالإيمان حتى لو مات على معصية الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو القتل. فهنا فرق بين هذا الايه، من هذا المقام، فرق بين الكفر المخرج من المله والكفر الايه الاصغر، اللي هي معصيه كبيره جدا 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 ولكنها لم تخرج من المله. فهذا يدل على انه لم ينفي عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الايمان بالكليه مع التوحيد، عنده اصل الايمان، فانه لو اراد ذلك لم يخبر بان من مات على لا اله الا الله دخل الجنه، وان فعل تلك المعاصي وان فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله، نقص الإيمان ونفي كماله، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي إمتى صاحب المعاصي نقول عليه إنه كافر مخرج من الملة؟ لو كان مقتنع بصحتها. أيوة، يا سلام عليك يا عبد الرحمن، هنا يقول عندنا العلماء اسمها استحلال، لو استحلها يعني أقول لك لا
شرب الخمر مش حرام، مين قال حرام؟ ومقتنع، قال لك هات لي دليل، مش مقتنع ولا دليل. ما فيش حاجه اسمها شرب الخمر حلال، ويطلع يصرح في التلفزيونات ووسائل الاعلام. يا عم انت مين قال لك حلال؟ حلال. ومين قال لك ان الزنا والعياذ بالله حرام؟ لا يا عم عادي. ويقلل لك قوانين ها في الزنا والعياذ بالله عشان يستحل الزنا، ده اسمه استحلال. والاستحلال هو اللي بيوقع صاحبه في الكفر. لو استحل المعاصي ليه بقى؟ لانه مكذب بالوحيين، مكذب بكلام الله وكلام رسوله، والذي يكذب بكلام الله وكلام رسوله هو ده الكافر، صح؟ فقال: وانما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله اياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمه، بل يكفر باعتقاد حلها وان لم يفعلها. لذلك هنا فرق يا اخوه بين بعض الناس يعترض على بعض الحكام، انه مثلا سمح بوجود مثلا بعض الخمور، او سمح مثلا بوجود بعض اماكن والعياذ بالله لممارسه الزنا، يقول لك الحاكم ده كافر ويستعجل بتكفيره. في فرق بانه استحل هذا الامر، وفرق بانه هو ضغط عليه ضغوط خارجيه بانه يعمل الحاجات دي. ده فرق كبير جدا، فرق كبير. هو معتقد من جوانا حرام وعارف ان دي كبيره من الكبائر ويخاف من الله، لكن ضغط خوفا على ايه؟ عارش على مستقبله، على شعبه، على تشير يعني، مصلحة يعني. تشير هيروح من تحتي يا بنات الشارع. مصلحة الله المستعان. الكرسي هيروح من تحتي أبقعد في الشارع. فضغط عليه ضغوط خارجية، خاف على الكرسي فسمح بإيه؟ بالحاجات دي. لكن هو لا يستحلها. فنقولش عليه كيف؟ نقول لا، هو ارتكب، يعني ارتكب معصية. ارتكب معصية لا ترضي الله سبحانه وتعالى. لكن أمره إلى الله. أمره إلى الله. ماشي. فقال: بل يكفر باعتقاد حلها وان لم يفعلها. هو ممكن ما يفعلهاش. اللي بيقول لك ده، مين قالك يا عم ان شرب الخمره حرام؟ لا يا عم حلال، وممكن ما يشربش خمره في حياته. دي في حد ذاتها استحلال، ودي اللي محرم الله، تكذيب بالكتاب والسنه، يكفر بها. خلاص. طيب كفايه كده، خلاص اقفل بقى كده الدرس. طيب خلاص، نقف عند هذا القدر. نقف عند هذا القدر. لا اه.